مرحبا شباب بنات، كيفكم؟ ان شاء الله كلاتكم بخير. طبعا شباب عم تجيني اسئلة كتيرة بالتعليقات انه علي شو حل مشكلة الدمج الوهمي، كتار سألوني هذا السؤال. فاليوم حبيت بهذا الفيديو اشرح لكم انه كيف نحاول ان نخفف من الدمج الوهمي باللعبة، خاصة بالايام الاخيرة الدمج الوهمي صاير مو طبيعي. فها شباب، اول خطوة معنا اليوم بنسويها بنطلع من اللعبة كلها، تمام؟ بعدين هلا بنجي بنروح على لعبة راس موبايل. خلينا نطلع من اللعبة كلها، لساتني ما طلعت انا. هلا بنفتح اللعبة يا شباب، نستنى لبين ما تفتح. فمثل ما عم تشوفوا شباب، في على ايدنا اليمين فوق بالزاوية مكتوب فيكس، ليكني اشرتكم عليها. بتضغطوا على فيكس وهون بتضغطوا على كونفيرم. فشو بيصير؟ بيتم تنزيل اللعبة من اول وجديد. فهذا الفيكس بيسوي اصلاحات لجميع اللعبة، واذا في ملفات قديمة او شغلة قديمة بتحذفها، وبتخلي اللعبة سلسة وبتحل نفس الوقت كمان مشكلة الدمج الوهمي. فهاي اول شغلة بنسويها مشان الدمج الوهمي. هلا بعد ما فلنفترض انه تم تحديث اللعبة ومن هالحكي، بنرجع بنفتح اللعبة تبعيتنا. واللعبة كمان ما عاد تفتح حبيبي والله. ايه، واخيرا. فهلا الشباب تاني خطوة معنا اليوم، واللي هي انك تجي على المهارات، تمام؟ شو هي المهارات؟ مهارات تبع اللاعب، هلا اشير لكم عليها، واللي هي بتكون هون، شوفوا مكتوب عليها تالنت هون. بنضغط على التالنت شباب، وبنجي على هذا المكان، تمام؟ فمثل ما عم تشوفوا شباب، انا شو مرقي؟ يا شباب بالمناسبة، احنا اصلا عندنا دمج وهمي، مو؟ فهذا الدمج الوهمي يعني قاتلنا هذا الدمج الوهمي، ما عم يخلينا نقتل اي احد. فمشان احنا نتغلب على الدمج الوهمي شوي، شو بنسوي؟ عندنا هاي المهارات. شو هوايتها؟ هوايتها انها بتقوي الدمج تبع الاسلحة. فمثل ما عم تشوفوا، اول ترقية عندنا واللي هي دمج الاس ام جي ودمج الشوتجنات والسنايبر الكي 31، بيزيد الدمج اول ترقية واحد، وبعدين اثنين وثلاثة، وكل ما تعطيها ترقية من هدول بيزداد نسبة الدمج، تمام شباب؟ المهم بنرقي هاي خمس ترقيات، وبنجي نرقي هاي كمان تبع الامفورات واسلحة الرايفر، يزداد الدمج تبعها. فها شباب بهاي الحالة، اذا احنا تزودنا دمج الاسلحة تبعيتنا، حتى اذا في بعض المرات ما انحسب الدمج الوهمي، على القليلة يكون الدمج اللي انحسب يكون قوي مشان يكون كافي يقتل العدو. فهمتوا شو المقصد من هذا الحكي؟ فها شباب بعدين نجي نرقي هدول التنتين، هاي شرحت لكم بما فيه الكفاية. عندنا الثالث خطوة لليوم شباب، انه انتو ما بتنزلوا هدول اللي هون. هلا تأشر لكم عليها، هاي اللي هون عم تشوفوا عليها نقطة حمراء، بتجوا عليها وما بتنزلوا اي شيء من هون، تمام؟ اول شغلة هاي بتخلي اللعبة تعلق، وتاني شغلة يعني ما في سلاسة نهائيا، بتخلي المساحة كلها تروح من التليفون، يعني هاي كلها ميجا بايات وتحميل، تمام شباب؟ عندنا الخطوة الرابعة لليوم شباب، بنجي على الاعدادات فوق هون بالزاوية على ايدنا اليمين، هاي اشر لكم عليها، في مثل صور براغي، بنضغط عليها. في على ايدنا اليسار فوق مثلا هون، تمام؟ مو اول خيار، مو تاني خيار، ثالث خيار، هذا ديسبلاي او جرافيكس او اعدادات الشاشة بالعربي، هيك شي. فمثل ما عم تشوفوا شباب، انا هون حاط الجرافيك تبعي سموز، مشان انه المعالج يستقبل الدمج ويحاول انه يحسب الدمج، عرفتوا شلون؟ فمثل ما عم تشوفوا، انا حاط الجرافيكس هون لو، وهون كمان شادو الصفر، وحاط الاف بي اس هايد،
والريزولوشن كمان حاطتها هاي انه قوي هاي. فعنا وشي اللي اهم اللي انا حاسه شوي خفض الدمج الوهمي عندي هذا ايتم سكين ديسبلاي سيتينجز، انا حاطه اونلي شو ماي سيلف، معناته انه اظهار بس سكناتي. هذا الخيار المغزل منه انه بدك تشوف سكنات كل العالم ولا بس سكناتك الك، انا حاطتها بس سكناتي الي تمام. وعندنا هذا اخر خيار كمان ما بعرف شو معناته بالضبط، بس انا حاطه على هاي هون في عليها الزائد عفوا السحب. فيا شباب عندنا الخطوة الخامسة لليوم واللي هي الاخيرة او مو الاخيرة اذا تذكرنا شي تاني، واللي هي تغيير اللغة الى اللغة الصينية لغة اللعبة. فاحنا اول ما بنكون باللوبي بنروح فوق على اعدادات مثل صورة البراغي اللي ما بيعرف المبتدئين، نضغط عليها وفي على ايدنا اليسار تحت بالزاوية مكتوب language اخر خيار، بنضغط عليه تمام. وبنجي احنا بنضغط على اللغة الصينية، هاي اللغة اللي بالنص، بنضغط عليها مرة تتحول اللغة عندنا بالصينية. بعد ما تحولت عندنا اللغة للصينية شباب، مشان نعطي انه نخلي اللعبة ما تتخربط، بنرجع نطلع من اللعبة وبنرجع نفتحها. بس قبل ما بنفتح اللعبة شباب، جماعة الايفون في عندي لكم طريقة كيف تخفوا الايفونات تبعكم وتخلوا في يصير فيها سلاسة. بتضغطوا على هاي تبعية الباور اللي بتطفي الايباد تمام. وفي عنا كبسة بنص الايباد، هاي الكبسة اللي بنص الايباد بنضل ضاغطين عليها تمام هيك. فيا شباب بعد ما بنضغط عليها بيطلع الرمز تبع الايباد تبعنا، بنكتب الرمز تبعنا كمان، وهيك بيصير الايباد تبعنا كتير سلس وسموس. فخلينا نرجع على الرمز على الشرح تبعنا. بعد ما غيرنا اللغة للصيني بنسكر اللعبة وبنرجع نفتحها، وهلا بنفتح اللعبة مشان اللعبة تصير اكثر سلاسة ويصير الدمج الوهمي فيها قليل. هلا بنفتح اللعبة كمان. ويب شباب هلا هيك بيكون فتحت معنا اللعبة. وعندنا خطوة تانية انا نسيتها اقولها شباب، الخطوة السادسة انه لا تلبسوا السكنات اللي بيطلع منا النار، يعني مثل هاي الانفور اللي بايدي. طبعا يا شباب هاي السكنات تستهلك كتير من قوة المعالج لانه بتضلها تتحرك. فنصيحتي لكم دايما البسوا سكن يكون ساكن، يعني مو مثل هذا السكن، شوفوا دقيقة نلبسه عم يطلع دايما منه مثل الزهور. هاي الزهور عم تستهلك المعالج بشي مو طبيعي شباب تمام. دايما البسوا سكن مثلا يكون مثل هذا اللي بالرويال باس الجديد. خلينا نلبسه، وين البدلة تبعه؟ هاي البدلة. فمثل ما عم تشوفوا شباب هذا السكن تبعي ساكن، وعندي شنطة تبعيتي كمان بتضوي ليل ونهار، هذا بياكل من قوة المعالج كتير. فدائما حاولوا انه تجيبوا شغلات بتكون واقفة انه ما تتحرك. فانا هلا بجي بلبس هاي الشنطة والانفور كمان بشيلها من ايدي من اللوبي، فبجي بحط السلاح ما يتحرك وما بياكل من قوة المعالج. فيا شباب بما انه انا الايباد تبعي شوي قوي، انا بالنسبة لي عادي انا بخلي الانفور تبعي هيك تضل تضيء لانه المعالج تبع الايباد تبعي شوي قوي تمام. فيا شباب بالاول والاخر كمان برجع بقول انه هاي الطريقة او هاي الخطوات اللي احنا سويناها، اول شي بتخفف من سلاسة اللعبة بتخلي اللعبة سلسة، وتاني شي بتخفف من الذاكرة، وتالت شي بتخفف من الدمج الوهمي بنسبة 50%. مشان ما يجي احد بعدين يقول لي علي ليش انت عم تكذب علينا ما انشال الدمج الوهمي نهائيا. لا حبيبي الدمج الوهمي عم ينشال بنسبة 50% فقط. فيا شباب هيك بيكون انتهى فيديونا اليوم. فاللي ما حط لايك خليه يحط لنا لايك، وحط لنا تعليق مثلك حلو كمان، واذا اول مرة بتشاهد قناتي تعال تفضل اشترك. وهيك بترككم في امان الله والسلام عليكم.